غادي نهضروا اصدقائي في هذا الفيديو على الاخطاء اللي كيديروهم الاغلبيه ديال الرجال في ارتداء الملابس الداخليه سليبات البوكسير. كنديروا بزاف ديال الاخطاء فاش كنبغيو نشريو الملابس الداخليه ديالنا ولا نلبسوا هذه الملابس الداخليه. هنايا المظهر ديالنا ما كيبقاش انيق وكنتقولبوا ملي كنشريو هذه الملابس هذه الداخليه ديالنا ما كتكونش ذات جوده عاليه. اذا كنتي اول مره غادي تشوف القناه ديالي ما تنساش تهبط لتحت اشترك في القناه وبارطاجي هذا الفيديو هذا مع اصدقاء ديالك باش تعم الفائده ونحصلوا على بزاف ديال المشتركين ونبقى ندير لكم دائما فيديوهات اللي تستافدوا منها. انستغرام ديالي اصدقائي كيف ما كتشوفوا ها هو هنا. اللي بغى يتواصل معايا كنلوح وكنحط فيه عده صور زائد مقاطع ديال الفيديوهات اللي غادي تستافدوا منها. اول خطا اصدقائي اللي غادي نهضروا عليه هنايا هو فصل الصيف وفصل الربيع بالضبط. بعض الشباب وحتى الرجال كيلبسوا داك الملابس الشفافه مثلا بحال السروال الابيض وشي الوان من هاد الالوان، كيلبسوا معاها واحد السليب ولا واحد البوكسير اللي كيثير الانتباه، لابس السروال الابيض وكيلبس معاه واحد البوكسير في اللون الاسود ولا في الما في اللون المارو البني. هنايا اوتوماتيكمون المؤخرة ديالو كتبان بحال فيها الوساخ شي طاش بحال ما هكا. خاصكم تجنبوا وتجاوزوا تلبسوا الملابس اللي مفتوحة مع هاد الألوان المغلوقة، حيت اللون المفتوح كيمشي معاه واحد اللون المفتوح واللون المغلوق كيمشي معاه اللون المغلوق. تقول لي غادي تقولوا لي شنو غادي نلبسوا، شنو هما الألوان اللي غادي نلبسوا مع اللون الابيض؟ سهله، غتلبس اللون اللي كيشبه اللون ديال اللحم ديالنا، غادي اللون البني بارد نفسه نفس الجلد ديالنا، ولا غادي تلبس معاه اللون الكري. الكري غادي يتمشالك مع اللون الابيض وغادي تولي انيق. اصدقائي جنبوا هذه المسائل هذه لان المظهر ديالكم اوتوماتيكمون فاش كتمو غاديين كتعطيو للشخص بالدار كيلاحظ وكيماركي هاد المسائل هادي نتوما ما كتلاحظوهاش. الخطا رقم جوج كيديروه بزاف ديال الشباب كيف ما كتعرفوا اصدقائي، كاين سليب وكاين البوكسير وكاين حتى واحد النوع ديال البوكسير اللي طويل. كاينين ثلاثه ديال الانواع، هاد ثلاثه ديال الانواع كل واحد خصو يلبس على حساب الجسم ديالو. اذا كان الجسم ديالك غير عادي مثلا مترو و70 ولا مترو 75 بامكانك تلبس السليب والبوكسير، ولكن ما خصكش تلبس هاد النوع هذا بالضبط ديال البوكسير اللي كيكون طويل. كنتي طويل بامكانك تلبسو، كان الجسم ديالك متوسط كيف ما كنقول لكم خاصك تلبس البوكسير حتى السليب. تجاوزوا تلبسوا هاد النوع هذا بالضبط ديال البوكسير لانه غادي يبينك ما طويل ما قصير، ما غاديش يبين المظهر ديالك انيق. هنايا كنهضر على هذه المساله هذه فاش تكون مع الزوجه ديالك باش ما تحتقرش راسك، اصلا الشكل ديالك غادي يبان قصير ولا غادي يبان طويل. كاين جوج ديال الانواع اللي زوينه ومهمه، كاين كيف ما قلت لكم السليب وكاين البوكسير. اصدقائي هنايا بامكانك تاخذ جميع الالوان الابيض الاسود الاحمر، خذ اللون اما الرومانسيه مع الزوجه ديالك. اذا اصدقائي النوع ديال البوكسير وخاصك تاخذ البوكسير على حساب لاطاي ديالك، ما تاخذش واحد البوكسير اللي كبر منك ولا مزير عليك بزاف. حتى الا كان مزير ماشي مشكل غير ما يكونش مزير حيت كتلبسو انت من التحت وكيجمع لك المواعن ما كتبانش اوفر. الخطا رقم ثلاثة كيديروه كلشي كاع الرجال والشباب، ما تيعرفوش يشريو الملابس الداخليه اللي كدوم واحد المده طويله. دائما كيشري واحد السليب ولا واحد البوكسير اصدقائي كتلقى فيه 100% ديال القطن. قلبوا دابا الناس اللي كيشوفوا فيا قلبوا على السليبات ديالكم غادي تلقاو 100% ديريكتوم، وكتصبنوا المره الاولى الثانيه الثالثه كيولي بحال سليب ديال الطيابات كيف ما كنقولوا. احتراماتي للجميع اصدقائي، غير هذا واحد المصطلح حنا في المغرب كنستعملوه. ضروري ما تاخذوا واحد سليب اصدقائي اللي غادي نطرق ليه، انا غادي نقول لكم النوعيه اللي خصكم تاخذوه باش ما تقولبوش يدوم لكم واحد المده طويله. تجنبوا تشريو هاد السليبات ولا هاد البوكسير اللي كيكون فيهم 100% و95%.
شعار بان كاينين بزاف ديال الشباب ما كانوش كيعطيو اهميه لهذه المسائل، ولكن من اليوم فصاعدا غادي يجنبوا يشريوا هذا النوع ديال السليبات اللي كتوفر على 95 وعلى 100% ديال القطن. الخطا رقم 4 اللي كيديروه حتى هو بعض الشباب، اغلبيه ديال الشباب كيديروا هذا الخطا، هذا راه شائع، كيلبس واحد السليب مزير عليه كيماركي ليه المؤخره ديالو، كيبان السليب كيفاش متراسي ليه على المؤخره، وكيزيد يتبعوا بواحد السروال اللي كيكون حتى هو مزير. هذا خطا اصدقائي ما خصكمش ديروه، كنلاحظوا في بعض الاحيان قله الشباب كيديروه ماشي بزاف. هذا الخطا هذا غادي تلقاوه في البنات هما اللي كيديروا هذا الخطا، هذاك كيكون عندها ولا عنده المؤخره كبيره وكيلبس واحد السليب اللي مزير عليه، فاش كيلبس واحد السروال اخر كيبان داك لاطراس. الخطا رقم 5 ما نبغي حتى شي واحد يوقع فيه، كيلبس واحد البوكسير، واحد النوع ديال البوكسير كيكون قديم وطويل وواسع، هو جديد حديث ولكن واسع. هذا النوع هذا اصدقائي راه ما تيتلبش، فاش غادي تلبس واحد السروال وهذا النوع هذا ديال لي بوكسير ولا السليبات ولا الشورت قصير، غادي تبان بحال لابس الخروق، غتبان بحال مخرق. انت اليز نقيقي زوين لابس واحد السروال اللي الثمن ديالو محترم ولا غالي ولا متوسط، دائما لبس معاه بوكسير ولا سليب، ما تلبسش واحد الشورت كيف ما قلت لكم. هما راه نوع ديال السليبات كانوا قدامين زعما من شحال هذه وباقين كيلبسوهم الناس، تجاوزوا تلبسوهم باش ما تبانش مخرق وبداو الناس يشوفوا فيك ويضحكوا عليك. الخطا رقم 6 اللي حتى شي واحد ما خصو يديرو من اليوم فصاعدا، كل نهار خاصك تلبس واحد السليب ولا بوكسير باش داك الجراثيم والميكروبات اللي كتكون فيه النهار كله وانت لابسه خاصك تلوحو في الماكينه ديال الصابون ولا داك السله اللي كتجمع فيها الملابس الداخليه ديالك زائد التقاشر. هنا الملابس الداخليه اصدقائي كتغسل بواحد 60% الدرجه ديال الحراره ديال الاله ديال التصبيل، من الاحسن غسلوها ب 60% لانها غادي تقضي على داك البكتيريا وداك الجراثيم اللي كتكون في الملابس الداخليه عندك هي وليزار ديال الناموسيه. المسائل ديال الناموسيه خصك تغسلها دائما ب 60 باش كتقضي على البكتيريا كيف ما قلت لكم اصدقائي. يوميا خصك تلبس واحد السليب ولا واحد البوكسير لان الملابس الداخليه بسرعه تقدر تسبب لك واحد الحساسيه واحد الحكه. لبسوا مره واحده، كاين اللي غادي يشد السليب يقول لك نشمو حكه واش فيه ما فيه. اصدقائي تجنبوا كيف ما كنقول لكم، تجنبوا تشموا السليبات ديالكم كل يوم، يوميا حاول تغير من الملابس الداخليه ديالك. ودابا جا الوقت باش نقول لكم شنو هي النوعيه والجوده اللي كدوم واحد المده طويله والثمن ديالها حتى هو كيكون غالي. غادي تشريو سليبات اللي كتحتوي على 91% ديال النايلون وكتحتوي على 9% ديال الالاستين اصدقائي، لان الالاستين فيه واحد الكميه اللي صغيره والنايلون 91%. هنا هاد الملابس هذه كتكون غاليه في الثمن وغادي تدوم لكم واحد المده طويله، ماشي بحال داك الملابس ديال القطن اللي كتكون من 95% ولا 100% ديال القطن، كتصبنها ثلاثه ديال المرات اربعه ديال المرات السليبات كتوسع وما كيبقاش كتبقاش انيقه وما كتبقاش تعجبك، فاش كتلبسها كتولي بحال مخرق، مره تطلع لك مره تهبط لك، كيبان لك لاطراس ديال هاد النوع هذا ديال السليبات. وكملاحظه اصدقائي مهمه، ما تشريوش السليبات اللي كتكون ولا اللي مصنوعه من 90% ديال البوليستر و10% ديال الالاستين. هاد النوعيه هذه بالضبط كتكون رخيصه، كتكون صنع ديال الشينوا وكتكون رخيصه في السوق. هاد الملابس ولا هاد النوع هذا بالضبط اللي مصنوع من هاد المسائل اللي قلت لكم اصدقائي بالزربه كتمشي، زائد ما كتخليش واحد التنفس المناطق الحساسه ديالكم كتنفس وغادي تقضي عليها وغادي المهم غادي يطرا لكم عده مسائل حتى الحساسيه. تجنبوا تشريوا هذا النوع هذا بالضبط اصدقائي. الى عجبك الفيديو واستفدتي ما تنساش دير واحد لايك للفيديو، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه اصدقائي الانيقين.